رياض محرز يستعيد لتنفيذ هذه المخالفة. حطها في الجول يا رياض، 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 حطها في الجول يا رياض. بابا 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 با جول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. هذه هي الجزائر التي تنتصر، هذه هي الجزائر التي تخسر ولا تنكسر، هذه هي الجزائر التي تنتفض ابنائها من اجل بنائها، الجزائر التي تبكي اولادها، التي يبكي اولادها من اجلها ويمارس لعبها الكرة بارجلهم وعضلاتهم وقلوبهم وشرايينهم وجوارحهم. الجبابرة فعلوها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، تحيا الجزائر. الله اكبر، الله اكبر، تحيا الجزائر. هذا هو الرياض اللي قلت عليه، ما يعرفش يلعب الكرة في اصعب الظروف، يكتب التاريخ عناصر المنتخب الجزائري. نعم، يكتبون التاريخ عناصر المنتخب الجزائري. كتبنا التاريخ سنة